أنا أتحدث لك عن حرب صواريخ وقاذفات وهاونات وأسلحة متوسطة. يا أخي صير إطاري صير تياري، هاي حرية لك سياسية، لكن الدم العراقي لا يتزين شاربك عليها. نعم الدم العراقي ثابت، يعني ثابت وطني، السيادة ثابت وطني، الجغرافية العراقية ثابت وطني، الدولة العراقية هي ثابت وطني، يعني بالنهاية الهوية العراقية الوطنية هي ثابت يعني. نعم. ولذلك هذه يعني ما دون ذلك أنا أتصور بأنه قد يمكن النقاش فيه، لكن في هذه الأمور هي ثوابت وطنية. تبادل الاتهامات من وجهة نظري ليس صحيحا، وقد يكون ما حدث يعني خلال 24 ساعة الماضية أنا أعتقد أنه خطأ، يعني قراءة خاطئة لطبيعة مجريات الأمور. يعني في الوقت الذي انسحب فيه زعيم التيار الصدري يعني تحت تأثير من النجف بقناعات للسيد مقتدى الصدر أيا كانت، يعني بغض النظر، يعني أنا كنت أتوقع كمراقب أستاذ نجيم، أنا كنت أتوقع الإطار التنسيقي يعقد اجتماع ويذهب إلى قرار حل البرلمان. أي. من المؤسف جدا أن الإطار بمجمله، حتى أكون صريح، يعني الكل يتحمل، منو بالإطار؟ دولة القانون، عصابة أهل الحق، النصر، الحكمة، أي من متواجد؟ لأن البيان اللي طلع مال الإطار التنسيقي ما يدل على أنه هناك مرونة. فبالتالي أنا أعتقد أن هناك قراءة خاطئة للواقع السياسي، يعني هذا التصعيد ليس من مصلحة، ليس من المصلحة العليا، ليس من مصلحة الشعب العراقي. أستاذ نجم ودكتور أحمد يعني يدرك ما أقول، ليلة الصدامات ما بين أتباع التيار الصدري وأيضا أتباع الإطار التنسيقي، أي مو صدام، حرب حرب، يعني أنا أتحدث لك عن حرب صواريخ وقاذفات وهاونات وأسلحة متوسطة. فإحنا وين تريد توصلونا؟ بس فهمونا، وين تريد توصلون البلد؟ وين تريد توصلون مؤسسات الدولة؟ وين نريد نوصل يعني؟ يعني بالنهاية لابد أنه أكو عقل، رجل انسحب خلاص، أنه لازم تقدمون خطوة، بعد قدموا خطوة، يعني أنا أقول قدموا خطوة للتنازل بالنهاية، هذا اللي أقصده. تمام. فبقاء الوضع، يعني بقاء الوضع على ما هو عليه بهذا التعنت، أنا أجزم لك أنه الصدام قد يكون أكبر بكثير من يا ريت يسمعون يا دكتور حسان.